هي المناظرة الرابعة للمرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهذه المرة من تنظيم وإدارة قناة فوكس الاقتصادية وصحيفة وول ستريت جورنال المالية. المناظرة التي أقيمت في مدينة ملواكي بولاية ويسكنسن ركزت بشكل كبير على القضايا الاقتصادية المحلية، وقدم المرشحون مقترحات شبه متسقة من شأنها أن تلقى إقبالا لدى الناخبين، وفي مقدمتها خفض كبير للضرائب وإيجاد المزيد من فرص العمل. الجميع يجب أن يدفعوا ضرائب بشكل متكافئ، فإذا ربحت 10 مليارات عليك أن تدفع 1 مليار وهكذا. إذا كانت الضرائب مرتفعة والحد الأدنى للأجور مرتفع، فإننا سنفقد قدرتنا التنافسية في العالم. علينا أن نخفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد. تطبيع أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة كان من بين المواضيع النادرة التي أظهرت انقساما عميقا بين المرشحين. علينا بناء جدار لمنع المهاجرين، وإذا كنتم لا تصدقون أن الجدار سيكون له دور فعال، فما عليكم سوى أن تسألوا إسرائيل وكيف نجح جدارها. شكرا ترامب لأنك سمحت لي أن أتكلم وأنت رجل جيد، ولكن فكرتك عن إخراج 12 مليون مهاجر غير شرعي من البلاد غير منطقية وتعطي انطباعا سيئا عنا. كما أظهرت فكرة التدخل العسكري الأمريكي في الخارج انقساما واضحا بين هذين المرشحين. إذا كان بوتين يريد أن يذهب إلى سوريا ويضرب داعش فليفعل ما يريد. إنها لفكرة جيدة من بوتين أن يكون في سوريا، ولكن فكرة أن تقوم داعش بإخراج الأسد ثم يقوم بوتين بالقضاء على داعش هي أشبه ما تكون بلعبة غير مجدية، وهذه ليست الطريقة المثلى التي يسير بها العالم. مناظرة اليوم تميزت أيضا بلجوء المرشحين إلى تبادل الانتقادات فيما بينهم في مسعى لإظهار قوة شخصيتهم وقدرتهم على التغلب على هيلاري كلينتون من المعسكر الديمقراطي المنافس، والذي يعقد مناظرته السبت المقبل في ولاية أيوا.